ختام أعمال الجمعية العامة العادية السادسة للاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ بحضور رئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والسيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو بقصر 15 من يناير. مؤسسة القلب الكبير تدشن عدد من الأبار الارتوازية لصالح المحتاجين للمياه الصالحة للشرب بمدينة بوكورو وذلك في إطار الأعمال الخيرية التي تقوم. أسعد الله مساءكم بكل خير، يسعدني أصطحبكم في عرض النشر الرئيسية لهذا المساء. نبدأها بقراءة لهذا المرسوم الرئاسي الذي وصلنا للتو. رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب. مرسوم رقم 920 يقضي بتعيين ضباط بالقوات المسلحة والأمن في مناصب مسؤولية بالقوات الجوية. باقتراح من الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب يرسم بما يلي: المادة الأولى، تم تعيين الضباط بالقوات المسلحة والأمن الآتية أسماءهم في مناصب مسؤولية بالقوات الجوية: قائد القوات الجوية اللواء أمباي مادونادي دوناجي رقم 920 خلفا للفريق محمد أحمد فضل الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى، قائد القوات الجوية النائب العقيد محمد يحيى محمد الذي استدعي خلفا للعميد أندنجار أنجرماجي لوا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. الوزير، المادة الثانية على وزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب ووزير المالية والميزانية مكلفان كل حسب اختصاصه بتطبيق هذا المرسوم، يسري هذا المرسوم من ابتداء تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 12 من نوفمبر 2017، التوقيع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. اختتمت مساء أمس أعمال الجمعية العامة العادية السادسة لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ وذلك بحضور الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والسيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو. هارون أبا آدم. بعد اعتماد النصوص الأساسية للاتحاد فقد تم تكوين مكتب جديد للجنة الإدارية والتي تتكون من 85 عضوا من بينهم 15 امرأة، وستعمل هذه اللجنة تحت إشراف الاتحاد الوطني للتجار الـ MPS. خلصت أعمال الجمعية العامة العادية السادسة للاتحاد الوطني للتجار الحركة الوطنية للإنقاذ بتوصيات وبرقيات، حيث قدمت برقيتان للرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو عرفانا بجهود في إطار إحلال الأمن والسلام بالبلاد ودول الجوار، والبرقية الأخرى تشجيعا له لإدارته للأزمة الاقتصادية بكل حكمة وشجاعة. كما قدمت برقية للسيدة الأولى الرئيسة الفخرية لمنظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ هند ديبي إتنو على خدماتها الجليلة في المجال الاجتماعي والإنساني. المشاركون في هذا اللقاء أبدوا شكرهم وعرفانهم لقوات الدفاع والأمن، والبرقية الأخيرة قدمت للأحزاب السياسية الصديقة، كما خرجوا بتوصيات وقرارات: الانفتاح على التدريب الشباب في مجال الأعمال بكافة أقاليم البلاد، تشجيع المنظمات النسائية وأيضاً نساء ربات الأعمال بإشراكهم ضمن الخطة الوطنية للتنمية، وضع آلية لتأهيل التجار في إطار الخطة الوطنية للتنمية. الأمين الوطني المكلف باتحاد تجار الحركة الوطنية للإنقاذ بكر طاهر موسى فقد أعرب عن عميق امتنانه للرئيس المؤسس للحركة على حضوره المشرف في اختتام أعمال الجمعية العامة العادية هذه. نجاح جلسات أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة لاتحاد تجار الحركة الوطنية للإنقاذ أثبتتم خلالها بأنكم قادرون وجاهزون للتجاوب مع جميع متطلبات العصر مهما كانت نوعها، كما أننا أكدنا أيضا انضمامنا الكامل من خلال هذه الجمعية العمومية للبرنامج السياسي للرفيق إدريس ديبي إتنو رئيسنا ومؤسس حركتنا الغالية. إن الأجواء التي غطت على أعمال الجلسة تؤكد مدى تعهد مناضلي ومناضلات حزبنا الكبير في مساندة سياسة تنمية تشاد التي بدأت منذ الأول من ديسمبر 1990 حتى قيادة الرفيق الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو وفعاليات توجيهاته ووصاياه الحكيمة التي وضعت تشاد على طريق التنمية.
الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدا فقد أوضح أن الاتحاد الوطني لتجار الـ NPS هو الركيزة الأساسية للحزب، لذا فإن تحريك وتيرة الاقتصاد الوطني يجب أن تنطلق بقيادة الفاعلين الاقتصاديين بالحزب. أما الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبيتنو فقد هنأ التجار ورجال الأعمال بالحركة لإنعقاد هذا المؤتمر برغبة منهم لمصاحبة الخطة الوطنية للتنمية التي تتطلع الحكومة من خلالها إلى ازدهار البلاد في شتى المجالات. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاهتمام بالعالم الريفي عبر الاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية، وأشاد بمبادرات بعض رجال الأعمال مثل شركة وادي كوندي وغيرها، وأكد بأنه سيدعم كل المبادرات المحلية التي تنعش قطاع العالم الريفي حتى يستفيد المواطنون في المناطق النائية. وقد اختتمت المناسبة بالأغاني الحماسية للتعبير عن الفرحة والابتهاج والنضال السياسي الحقيقي من أجل أن تسير الحركة الوطنية للإنقاذ بخطى ثابتة ومتينة حتى يتحقق البرنامج السياسي للرئيس المؤسس رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو. هذا ولقد أكد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في اختتام أعمال الجمعية العمومية السادسة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ على ضرورة الاستثمار في العالم الريفي من خلال تطوير الزراعة والثروة الحيوانية. جزء من حديثه. الجمعية العمومية بريزيديوم وبنيس الدا مرق الدايت والموسى وسامة ده الشيء التعديل كل قادين برجوه اليوم التعدية حبيب شباب وجال ثم ذلك كلهم كي قادم برجو ندائج مثل الندائج كنت اليوم مرتبة لأن هنا قلت البيان سي ام بس السيد الرئيس يقول قلت بس تمثل الركيزة المهمة على الحركة قلت بس المحرك الوجود القطاع الوزير القطار قطر الماشي على ام بي اس ماشي للتنميه والاقتصاد ده قلت الاجهاد للتجار ده قلت بس بالحدود والالتزام عشان السيد الرئيس بيقول قلت رجال الاعمال والتجار في الاويل في الرجال في الشباب تعرفوا تمام البرنامج كان الشعب التشادي انتخبان الرئيس موغا في الانتخابات البيئة الأخيرة 2016 قلت تعرف البرنامج ده فالبرنامج ده عنده أهداف واضحة ما واجب نفشل في البرنامج ده واجب لنا كلنا وهو البرنامج ده برنامج من أجل المصلحة على الشعب التشادي أنينا ما واجب نفسه وما واجب نتابه المثل على الناس الآخرين إلا بروحه بالفكر على بعض من الناس بس بقوا لا أنينا نخدم بالفكر على الشعب التشادي الام بي اس دخلت بالفكر على الشعب التشادي ونخدم نلمس كل المواطنين القائد ورا قائد في الفريق كله واجب يشاركوا عشان يشارك معنا في التنمية للبلد ده هدفنا علينا في برنامج الشعب والدارات والبلد القادم ورا ده معناه ده سلمنا ده ما سوينا شيء إذا كان كل فكرنا وعملنا ده بكيف إلا في المدن الكبار وفي ناس شخصيات بس معينة ده يعني ما ممكن الهدف الأنينا ما شفتوه قدرنا وقال نعطيك المثل جاب ملكة الاستقلال من 1960 لحتى اليوم 2017 57 سنة كل السياسات ما قادت تمشي للشعب القاعدين ورا الشعب القاعدين في البلاد القاعدين في الفقار المواطنين ده واجب لهم هم ده نلحقهم بأي طريقة عشان يشاركون في العملية التنمية لازم أننا التجار لنا الإمبراطور الأوروبي يفكروا ويدخلوا في الثروة الحيوانية الشيء اللي عندهم في الزراعة يشيلوا أراضي كبار في جانب قاعدة
الناس يزروا بالكمية، والثروة الحيوانية كل يقدروا يجيبوا شركات بخصوص الثروة الحيوانية، وده بيساعد للجادية ولقدر يجيبوا حلول. الشباب قاعدين يدوروا عمل، إذا كان الناس تفكروا نقدروا نسوي شركات محلية بمواردنا الوطنية للزراعة والثروة الحيوانية تشكل فوق الشباب. السيد الرئيس يقول إذا كان ما فكرنا 100 سنة كنا قاعدين في حالتنا التقليدية، على زراعتنا التقليدية نادوا بسيدة زراعي صغير كي ورا البيضة ولا إذا لا بجرد تنين ثلاثة قبل دام ما بيجيب شيء. وبعد الانتهاء من الأعمال عبر بعض من الفاعلين الاقتصاديين عن ارتياحهم التام للنتائج التي خلصت إليها الجمعية. نتابع جزء من بعض هذه الآراء. وإن شاء الله نمشي قدام والحركة تمشي قدام، نعيش الـMPS، نعيش المناديل بتاع الـMPS التجار إن شاء الله، والدري فاتح للتجار كلهم إن شاء الله. الرئيس كل عيون بشرانا بأي حاجة وللعيون كل حتم كانوا ديما بقول عيون ده، بس هسا إحنا جينا في حسي جينا عيون كتير التاجرات في حسي وقاعدين عيوننا بكرانات قاعدين فوق والرجال محيمين عمين انتور بكرنا قاعدين فوق إن شاء الله، وقاعدين أقول لك ما نقصهم عيون. الله ما شاء الله بارك الله في أرقام أزمة إنينا شوال الهسا كان ده إنينا برتير أكونوميكا يوم في الليل والنهار كله إنينا قاعدين في زراعة وإننا في بوليه دول همام كتير نهادهم قاعدين إننا نهادهم في الليل والنهار كله نهادهم في زراعة. ولما يعني قلت قوة تاريخ في تشاد يعني الإن سي دي يعني هي قاعدة فوق في الرأس ما بتقصر ولا تقصر اليوم ولا تقصر عم باكر. شهوري شهور الفرحة والنجاح، لانه ايام الجمعيه العموميه انا تجار انا الحركه الوطنيه للانقاذ ده بقت بنجاح كبيره، لاجل ذلك انينا فرحتنا كبيره. الحمد لله لقينا ميليتان وميليتان هنانا بكل المدن 23 ريجون كل جولنا شرفونا، وجينا في تقريبا يوم كامل ناقشنا في مشاكلنا خاصه مشاكل انا التنميه في البلد